صباح الخير، صباح النور، كيفكن حبايب قلبي؟ بتمنى تكونوا كلكم بألف خير. انتوا عم تشوفوا فيديو اليوم، طالما الطقس هيك مشمس بشجع انه نمسح البيت، نعمل شطفي للبراندات، نشوف شو عنا اشياء هيك غسيل بده نشر، او اذا بدنا نغسل نغسل، لانه عن جد الشمس بيعطي طاقة، بتحسوا انه خلص قوموا على الشغل، غير لما بتكون الدنيا مغيمة وقاعدين تحت الحرامات وما قلنا جلادة، وعبالنا لو بصح لنا مين يجيب الاكل لعنا ما بنقول لا. فعندي شوية شغل رح خلصهم بسرعة ورح فوت على المطبخ، كونوا معي لنشوف اليوم شو رح نعمل. ليكو شو لقطنا بالبيت، بدي اقول لكم شغله، انا كنت فوق عم نظف غرف النوم، نزلت لتحت يا اكلت رعبه ما بحكي لكم. هيدا الافندي، هيدا هلا هوليك لقلنا من الاساس وليك عنا اياهم بالقفص، بس هيدا بري نزلت لتحت على الصالون لقيته عم بيطير بالصالون، وقف لي قلبي. وساعتها هيدي وين كان؟ هيدي كان طالع لبرا عم بيجيب لنا مناقيش، فنطرت مناطرة يا ربي بقى يجي هيدي، واجا هيدي ولقطه. ليك سبحان الله شكله قد ايه هيك، غير الاشياء اللي بيقنوها بالبيوت. ليكوا هول كيف ملونين، ليكي مثل الغراب بس على صغير كثير. سبحان الله، بس اكيد ما رح نتركه بالقفص، هلا رح نحرره. سبحان الله ما شاء الله عليك يا هيدي، قلبك قوي. كان حيوقف قلبه من الرعبه، الله وكيلك. هو حيوقف قلبه من الرعبه ولا انا؟ خرب بشته كيف فزعني، وقف لي قلبي، انا نزلت من فوق بامان الله. لا لما جيت لقيتك مرعوبه، يا عم شو بها منيح اللي جيت، انا قلت والله في شيء. وحياه الله يا اكلت اكلت رعبه. تخيلوا انتم لحالكم بالبيت وفي شيء عم بيطير بالاجواء، شو بيصير بحولكم؟ فتحت له الابواب بس ما طلع، كان ناوي يطلع من الشباك، اي ما فيني اقرب انا وافتح له الشباك. سبحان الله الحمد لله هيدي رجع. فيلا يا هيدي، لكن بخافوا منه، ها خيفانين منه، هن خيفانين منه. اوي لانه ليك بيرفرف بجناحاته ما شاء الله عليه، حتى هو بيكون هن بعده عنه. خلينا نتسلى شوي، ما عندنا شيء حرام يعني. اجيتهم هلا شغله، اجيتهم زياره. زياره من شخص هيك من نفس الصنف. بس انا شايفتهم مرعوبين، يا حرام هوليك الابيض وال، يعني اللي قالنا مرعوبين من هذا البري. يلا حرروا يا هيدي، حرام. يلا تعال نحرروا، خلينا نسلي شوي بعدين بنطير. يلا منسلي عصافيرنا فيه. شو رايك نعملهم كمان هيك شي فنجان قهوة؟ هيك يصطبحوا مع بعضهم. يلا حرروا الباقيين معه. هلا الباقيين كنا حررناهم لو كانوا بيعرفوا يدبروا حالهم، بس معودين هدولك يعني من اول ما فقسوا من البيضة هن بالقفص، اذا حررناهم بياكلوهم لبسينات. بس هذا البري لا، حرره حرام. يلا لك وين بيتخبى، لك سبحان الله. بقول لكم الحيوان ما بيفهم، والله الحيوان بيفهم. تعال هون. سبحان الله، سبحانك يا ربي. الله معه. صحيح انت شفتك فايت على البيت وجايب بايدك شيء، شو جايب معك؟ والله ما في، سحلات كعكه بجبنه. سلم دياتك، كنت فايتي انا بدي اعمل كريب، ولا هيدي جايب لنا كعكه بجبنه. الله الله الله، على فكره سخني كثير من تحت. ليكو انا شو كنت مجهزه بدي اعمل كريب، يعني هذا العصفور على كتر ما رعبني ما خلى فيني عقل لاشوف شو جايب معه هيدي. ما شاء الله ليك الجبنه من هلا مبينه شطه ومطه. ما شاء الله، بدها كباية شاي غير شكلس. هيدي شو بدهنوها من برا، سامنة يعني؟ زبدة. زبدة. هي الكعكة الأطروبية. لكن هيدي مقطعينها أربع شقفات. كتير طيبة، متمنيتكم لو معي هلا بهالترويقة الطيبة. حناكلها ونلتفت لعمل الكريب. هدو بدك أعمل لك شاي؟ والله يا ريت. ما تكرم عينك، عن جد بدها شاي، لأنه هي الجبنة اللي بقلبها بتجي مالحة شوي. شايفين حاطط نوعين جبنة، هيدي جبنة عكاوية مالحة، هيديك قشقوان. رائع. يا سلام، وهذا الشاي صار جاهز.
كترتي لي سكر؟ اي لك حطيت لك سكر، بس انا بشربها بلا سكر. ميدان ما نعدمها. لك الف صحة وهنا. صحة والف عافية. ما اطيب المنقوشة عند الصبح مع الشاي. ليش انت برغوة انا بلا رغوة فاهمين؟ لا بعلي لك اياها تطلع برغوة. هلا شربنا الشاي تبعنا واكلنا ترويقتنا واكلنا رعبتنا كمان من العصفور، فراح نبلش بعمل الكريب. عندي هون اربع حبات من البيض، بس اثنين الصفار تاعه انفتح ليش ما بعرف، واثنين ضل الصفار تاعه. لكان اربع حبات من البيض ضروري يكونوا بحراره الغرفه. بحط عليهم ملعقه صغيره من الفانيليا، ثلاثه ملاعق طعام من السكر. ان شاء الله شي نهار بنعمل الكريب المالح، اليوم عم بعمل الكريب الحلو. وبدي 50 جرام زبدة. طب أنا عندي هذا مكعب الزبدة وزنه 200 جرام، هون مكتوب 200 جرام، كيف باخد منه 50؟ بفتحها هاي هون في مثل المسطرة، بحط المسطرة بشكل مظبوط 20 30 40 نصها 50، فباخد هالقد هذا 50 جرام. طبعا الزبدة بدي اياها تكون دايبة. دوبتها بالمقلية نفسها يلي بدي اخبز فيها الكريب. انا فارد مرة احلى من وسخ كتير جلي. كوبين ونص من الحليب السائل الدافي، وهذا التاني ونص. كوبين من الطحين، طبعا الطحين لازم يكون منخول، ورشة ملح وبس. ولا اسهل من هيك كريب. هلا بنخفي المكونات كلها مع بعضها. اذا بدكم تستعملوا المضرب الكهربائي كمان بيصير، بيسهل عليكم الشغل. بنخفيها بطريقه انه يصير القوام عنا كريمي. اذا بدكم تصفوه كمان فيكم تصفوه، بس اذا متاكدين من حالكم انكم خفقتوا منيح خلاص ما في داعي للتصفيه. رح بلش اخبزهم مباشره. المقلية نفسها يلي دوبنا فيها الزبده بحطها على نار عالية أول شي، من بعد ما أخبز أول قطعة كريب بخفف النار للوسط لحتى تعطيني نتيجة أفضل. رح ضلني تاركة هيدي الخفاقة بقلب الجاط مشان حركها قبل كل قطعة كريب. خلص مقليتنا سخنت، رح أسكب أول وحدة. بسم الله. طبعا المغرفة بإيد والمقلية بالإيد التانية تحت حركها بهيدي الطريقة، بس تشكل عندي رغيف دائري برجع بخليها تستقر على النار، وبس يحمر الأطراف من هون شوي بقلب على الجهة التانية. شوفوا حبايب قلبي، بدي أقولكم على شغل. كتير أوقات بتكون الوصفة هي نفسها تيجي ست البيت بتطبقها وما بتنجح. مع ليش؟ لأنه طريقة التحضير هي أهم من الوصفة. فهيدي التركات والملاحظات يلي بذكرها أنا خلال تطبيقي للوصفة هي أهم من المكونات. يعني فيكن أنتوا تلعبوا بالمكونات، أنا ما بقلكن لأ، بس طريقة التحضير هي الأهم. جهز عندي صحن على جنب عشان حط قطعة الكريب مباشرة عليها. حتى لو مقليتكم تيفال، جرانيت، سيراميك، ضروري جدا انكم تحطوا زبده، تدهنوا زبده المقليه قبل ما تحطوا الكريب. صارت جاهزه اني اقلبها. ما تتلبكوا بقلبها ابدا. ليكوا على فكره هي اول وحده، ودائما من المتعارف عليه انه اول قطعه كريب، ليكوا خزقت معي من هون ما انا مشكله، انه اول قطعه كريب بتفشل، بس نحنا من اول قطعه ما شاء الله نجحت معنا. خلاص هالقطعه صارت جاهزه، شايفين كيف مثل الزبده؟ انتم ملاحظين ما شاء الله. حاسكب لسه وحده تانية معكم، بس قبل بعطيها شايفين يعني قد راس المعلقه زبده. مش مباشرة أنا بنسكب، لا بنخلط شوي صغيرة نرجع بنسكب. كل مقلية بهذا الحجم بدها تقريبا
مغرفة مليانة. ولا أسهل من هيك، فينا نروق أولادنا عند الصبح أطيب كريب بأيام العطلة نفرحهم، فبفيقوا كتير مبسوطين. هيدي قطعة الكريب إسا ما بردت على الآخر، بس شايفين كيف فيني أتحكم فيها مثل ما بدي. شايفين؟ اتبعوا نفس الطريقة بتاخدوا نفس النتيجة. كتير طيب مع الكريب تحطوا شوكولا قابل للدهن، تحطوا الفواكه اللي انتو بتحبوها. على فكرة هلأ رح اعمل شوكولا قابل للدهن، هلأ رح اعمله على ايدي لاني مخلصة. بالعادة انا بعمله بحط بالبراد بضل عندي شهور، فهلأ احلى فرصة اني اعملها قدامكم تشوفوا طريقتها احلى ما نشتريها من المحلات بمبالغ عن جد ما بحكي لكم قده. فليش لحتى ما نعمل الشوكولا قابل للدهن على ايدينا بمكونات جدا بسيطة وبطعم جدا رائع وبيضاين بالبراد شهور على مسؤوليتي. هول هن المكونات الاربعة فقط لا غير، بيكون سيد عب الكباية الرابعة. الكباية الرابعة رح عبيها حليب سائل. فعندي كباية سكر وكباية كاكاو، بس نقوا الكاكاو من اجود الانواع، يعني استثمروا بالكاكاو ووفروا حق الشوكولا السائل يلي بتجي بمبالغ باهظة من السوبر ماركت. ورح اعمل الكباية الأخيرة حليب. هول هن فقط لا غير. طبعا الكباية بدها تكون نفسها لكل المكونات. الحليب السائل عندي هون حليب سائل، زيت نباتي يكون زيت ذرة أي زيت ما إله طعمة، وكاكاو ما ضروري الكاكاو ننخله أبدا، والسكر سكر الحبيبات العادي اللي بنحطه بالشاي بالقهوة اللي بنستعمله بالعادي. وهون انا بعدني مكمله بعملين الكريب ما شاء الله، يعني بقلكم الكميه اللي عملت لي اياها الله يبارك. شايفين كيف بتحمر الاطراف؟ رح اقلبها بس تقلبوها، خذوا حذركم تا ما تنخزق. دخل السباتولا لجوا جوا معطيها قلبي ما شاء الله. خليها على الجهه الثانيه دقيقه مش اكثر. لكن بهيدي الاثناء نحن وعم نكمل عملين الكريب، تعالوا نحط هولي بالبريق الكوكتيل. بنسمي بسم الله. أول شي بنحط السوائل مشان البريق يتحرك معنا بسلاسة. كله بيقلب بعضه. ما شاء الله اطيب صوص شوكولا، شوفوا اللمعة انتو. شايفين القوام؟ مثل ما قلت لكم استثمروا بنوعية الكاكاو ووفروا شوكولا دهن يلي منجيبه من السوبر ماركت. طبعا فينا نضيف بندق، نحن كلنا بنعرف انه البندق كتير بيلبق لصوص الشوكولا. ننزل باقي الكمية بالسباتولا، جربوها واعطوني رأيكم. وعلى فكرة بعدنا مستمرون بخبز الكريب، ها لسه ما خلصنا. هلا بقلكم كم رغيف طلع عندي. بسم الله. منغطيه تيضل محافظ على طراوته. لسه في شوي بقلب البريق، انه حرام يضلوا. على فكرة يلي بيضلوا بقلب بريق الكوكتيل حطوا عليهم شوية حليب بصير عنا مشروب الكاكاو. هلا ححط اخر قطعة كريب لنعدو ونشوف كم وحدة صاروا. بسم الله. خلينا نعدون. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13
14 15 15 قطعه كريب من هيدي المكونات يلي عملناها، وشايفين كيف طريه يعني ولا احلى من هيك. على فكره شايفين الدخنه عم تطلع منها بعدها نار، فطريه وبتعقد ولا احسن من هيك نتيجه. شو بدنا اجمل من هيك نعمل اشياء نفرح فيها عائلتنا، اشياء اذا بدنا ناكلها برا بيكون سعرها نار، فليش لحتى ما نعملها بالبيت بمكونات متوفره ونفرح فيها عائلتنا ونفرح فيها اولادنا. تعالوا نشوف الشوكولا، حبي فرجيكم قوام الشوكولا اكثر من رائع. فينا نلفها سندويشات، فينا نعمل فيها خليه النحل نحشيها منها. طبعا على فكره اذا حطيتوها بالبراد قوامها بيتماسك لسا اكثر من هيك بشوي صغيره. رائعه. طبعا فينا نشكل مثل ما نحن بنحب، بنحطه على هذا الوش مش على هذا، خلي هذا الوش لبرا بيطلع اجمل بالتقديم. شوي من صوص الشوكولا او الشوكولا القابل للدهن. شرائح من الفلولة عقولة مودي، موز، فرشة من بسكويت الديجستيف بتعطيها قرش كتير. طيب فيكن تحطوا بسكويت اللوتس كمان. طريقة التسكير بتكون بهذه الطريقة، وآخر تاتش تفضلوا. شو رأيكم بهالجمال؟ شو رأيكم بهاللوحة الفنية؟ عملتهم هون على شكل رولات، وعملت هونيك على شكل مربعات وزينتها بالأوريو، وهاي اللي شفتوها زيناها مع بعض. أنا دقت قطعة عن جد صدقا بدون أي مبالغة، طعمتها أطيب من يلي برا، لأنه استعملنا الكاكاو يلي طيب، الكاكاو نوعية جيدة، واستعملنا الزبدة كمان نوعيتها طيبة. فبدي ألفت نظركم لهيدي المعلومة، إنه كل ما كانت الزبدة والكاكاو أطيب بتاخدوا أطيب كريب مع أطيب حشوة شوكولا للدهن. ما قلنا لكم شو غدانا لليوم. اليوم جاي عبالنا نعمل الأكل برا على الحطب. عندي هول الزهرتين او القرنبيتين، رح اقطعهم مباشرة وغسلهم وطلعهم لهيدي برا تيقلي لنا اياهم. ما كأنه سخنين الزيت مبين عم بيطقطق، بس القرنبيطة كأنها نزلت على زيت بارد. ليكو هيدي بيحط حبة وبياكل حبة. صحة وهنا. صحة وهنا، صاروا حافظينك بتحب كل شيء ناي. ليكو تطقش الزيت، ليكو أنا برا بس يطقش الزيت نفسيتي بترتاح. بقول خاي كله برا، لو بالمطبخ لو على الغاز يا ويلي على العذاب وعلى التنظيف من بعد القليل. هلا طقشوا قد ما بدكم. يلا يلا حنشيل استوى يلا.
قطع؟ هدول مقانق دجاج. المقانق الدجاج انا بحبه اكثر من مقانق اللحمه هيدي. مقانق الدجاج ايه اطيب. احلى شكلهم. ها يا ويلي عليكي لو كنت عم تعمليه جوا بالمطبخ. يا ويلي يا ويلي شو كان صار بفرن الغاز. معقول كان طير وفرقع يا بوشار. ما ويلي قلع نحطهم الا عم بعيد ليلي كتر ما بيطارتش. ايه احلى شيء القلي برا عن جد. اللي عنده محل يقلي برا ما يقلي جوا ابدا. هيدي انت كمان يعني عم تلعب جولف هون عم تشلفهم من بعيد. يا زلمه قدامي هذا الزبون.